طيب نروح معانا كابتن شط على التليفون. طبعا برحب بحضرتك يا كابتن، والحقيقه كان مهم جدا تكون معانا واحنا بنحيي ذكرى كابتن ثابت البطل، وبنتكلم عنه عن قد ايه كان حارس مرمى كبير جدا من افضل حراس المرمى، وكمان افضل من شغل منصب مدير الكره بمصر بشكل عام. مساء الخير على حضرتك. مساء النور، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا استاذ احمد. اهلا بيك كابتن شطه. يعني واحنا بنتكلم على ثابت البطل، بالتاكيد قيمة كبيرة جدا في النادي الأهلي، مشوار طويل جدا سواء جوه الملعب أو بره الملعب، وبالتأكيد في ذكرى رحيله لل 16، حضرتك تحب تقول لجماهير النادي الأهلي حتى اللي ما شافتش ثابت البطل أو ما حضرتوش في الملعب، تكلمهم عن ثابت وعن قيمة ثابت البطل للنادي الأهلي؟ الحقيقة أنا محظوظ إن أنا عشت معاه طول السنين دي، دخلنا النادي سوا وجاي من الحمدية وأنا كنت جاي من السودان. لسه معاه برضه فترات طويله جدا في مرحلته لما كان مدير كوره، لما انا كنت ماسك قطاع ناشئين معاه، وزمان حقيقه 20 سنه انا كنت ماسك قطاع ناشئين وكان متواجد معانا في اداره الكوره، انا فريق اول طبعا، اشتغل قطاع ناشئين شويه برضه معانا حقيقه مدير قطاع ناشئين. انا بتكلم بس على ثابت انه كان حقيقه كان شخصيه فريده، يعني احنا طبعا واحنا كنا يعني بنهزر وتلاقينا في وقتها نخرج من الملعب ونهزر كده، تلاقي دايما هو بيهزر كل حاجه، بس تلاقيه دايما هو يعني جاد في طريقته وفي حياته، مش جديه ده اللي تخليه يعني يبقى انسان غير ودود وكده، لا جديه انه يعني يا جماعه ما نهزرش يعني، هو اللي بيهزر بعد كده تلاقيه بقى ايه يعني دايما بيكون يعني شديد في التعامل. هو ما فيش تعارض بين الاثنين، يعني ما فيش ما يمنع انك انت تكون جد وقت الجد. صحيح. كانت شخصيه صعبه في التعامل معاه بصرف النظر عن روحه او اسلوب التعامل معاه، خصوصا انه يمكن كان معروف، يعني الانطباع الاول اللي تاخده عن شخصيه زي ثابت البطل قبل ما تعرفه او قبل ما تقرب منه انه صعب المراس، شخص صعب انك تتعامل معاه. هل ده كان حقيقي تعاملاتك انت او المواقف اللي حضرتك تحضرها الكابتن ثابت البطل او تفتكرها النهارده كابتن شطه؟ انا طبعا انا قلت لك عشت معاه السنين دي كلها، انا عشت معاه يكاد يكون فتره اللعب مثلا حوالي 10 سنين وبعدين 20 سنه في اداره الكوره حقيقه قبل ما ينتقل الى جوار ربه. حقيقه انا قلت لك انا تعاملت معاه يعني، وبعدين انا كنت قريب جدا للعيله يعني. يعني حتى لما كنا بنخرج مع بعض يعني ونحاول مثلا سفريات، تلاقيني دايما مثلا يعني بكون قريب ليه يعني، لان احنا برضو مش عايز اقول صعيده زي بعض او يعني هو عشان من 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 من, من الحمديه وانا من السودان، كانت علاقاتنا مع بعض علاقات برضو حمديه وما فيهاش الهزار وانا حقيقه